كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم واحد الطورتيه بلي زيبينار اللي هي طريقه اللي هي جد بسيطه وفيها مواد اللي هما اقتصادي ما فيهاش مقادير بزاف. عندنا هنايا 500 غرام ديال لي زيبينار ديال الصبانخ اللي غسلتهم مزيان وقطعتهم ونشفتهم. عندنا هنا 4 الحبات ديال البطاطا يكونوا متوسطين، حكيتهم حكاكه الغليظه هذه تكون غليظه باش كتحك باش كتجي طويله. بالنسبه للخليط اللي غادي ندير، عندنا 4 ديال المعالق كبار ديال الطحين الفورس، واحد الخماره، نص كاس ديال الزيت نباتيه، 3 ديال البيضات، هنايا عندنا واحد 4 معلقه ديال البزار، واحد نص معلقه ديال التحميره، والقليل من الملح. نبداو الطريق على بركه الله. نبداو على بركه الله. قلنا عندنا 500 غرام ديال لي زيبينار، غنزيدو عليهم هاد البطاطا هذه اللي حكيت. غادي نخلط هاد المكونات هادي، غنبداو الطريق على بركة الله. ناخدو البيض هو الأول، ثلاث بيضات، غنضيف عليها يوغورت طبيعي، غادي نضيف نص كاس ديال زيت نباتية، حركة المكونات هي الأولى. غادي نضيف دابا هاد العطرية هادي، وغادي نضيف 4 معالق ديال الطحين، 4 معالق كبار، وخمار. صافي كما كتشوفوا غادي نحرك مزيان هاد الخليط هذا حتى ينسجم، حتى ينسجم مع بعضياته مزيان على هذا الشكل هذا. صافي عندنا هنا 3 ديال الحبات ديال فرماج مثلثات، غادي نضيفهم هنا. صافي دابا غادي نضيف هاد الخليط هذا اللي درت، غادي نضيفو ونزيدو مع هاد لي زيبينار والبطاطا. غادي نضيف على هاد الشكل وغادي نحرك هاد المكونات هادو كاملين.
جربوها راه كتجي زوينه بزاف وصحيه وما فيهاش شي زعما مكونات كثيره. دابا غادي نجيب لاطه اللي غادي ندير فيها وغادي ندير لها هذا بابي كويسون وغادي نوريكم تتم ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للاطه هذه هي اللي غادي ندير مربعه ودرت لها بابي كويسون باش ما يلصقياش الخليط. دابا غادي نخوي هذا الخليط هنايا صافي غادي نسرحو في اللاطه مزيان يجي مقاد. صافي من بعد ما قاديسه انا جبت هنا القليل من الفرماج حمر رابي غادي نديرو من فوق انا راه قبل راه انا رجعت الفران قبل على درجه حراره متوسطه يسخن شويه وغادي ندخل هاد التورتيه طيب. ثم كيف ما كتشوفوا انا من بعد ما قطعتها كي كتجي ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وما تنساوش كيف العاده الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ان شاء الله تضغطوا على زر الاعجاب. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه نتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناه والى وصفه قادمه ان شاء الله باذن الله تعالى.